النهاردة بعد غياب استمر لأكتر من سنة كاملة من تحطيم تلسكوب جيمس ويب الفضائي لرقمه القياسي برصد أبعد مجرة في الكون، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن نجاح جيمس ويب في رصد أبعد مجرة جديدة بتقلب الموازين تماما. فالمجرة الجديدة المكتشفة اللي قدامك حالا باسم جيدز JSZ-14-0، واللي اكتشف العلماء من ساعات قليلة إنها تكونت بعد مجرد 290 مليون سنة فقط من لحظة الانفجار العظيم وبداية الكون. أنا عايز أقولك إن العلماء حرفيا في حيرة من أمرهم من وقت اكتشاف المجرة الجديدة، لأن في الوقت ده من تاريخ الكون تحديدا من المفترض إن درجات الحرارة ولا حتى كمية المادة المتاحة تسمح بنشأة أي نوع من أنواع المجرات المعروفة، وده اللي خلى العلماء يشكوا في أكتر من احتمال بيفسر وجود المجرة دي وتكونها في الوقت ده تحديدا من عمر الكون، زي مثلا إن المجرة جيدز الجديدة قد تكون انعكاس لمجرة في كون موازي للكون اللي احنا جواه حاليا، أو إن المسافة ما بيننا وما بين المجرة بتحوي هيكل كوني قادر على التلاعب في الضوء المنطلق منها وإظهاره وكأنه تكون بعد نشأة الكون بمجرد 290 مليون سنة. إلا إن الفريق العلمي المسؤول عن الاكتشاف الجديد أعلن عن سر غريب ومريب بيأكد إن مجرة جيدز المكتشفة بتتلاعب في ثوابت وقوانين فيزيائية حكمة للكون صمدت لمئات السنين، وكل ده وأكتر هنعرفه مع بعض النهاردة. فما تنساش تشجعنا باللايك على الفيديو والاشتراك في القناة عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. جاهزين؟ يلا بينا. يوم 6 يونيو 2024 أعلن الفريق العلمي المسؤول عن تلسكوب جيمس ويب عن رصد أبعد مجرة في الكون باسم جيدز JSZ-14-0، وده بعد ما قدر تلسكوب جيمس ويب إنه يرصد من سنتين المجرة JNZ-11 واللي كانت بتحمل الرقم القياسي لحد من ساعات قليلة. لكن الغريب إن المرة دي جيمس ويب قدر إنه يرصد مجرتين مش مجرد مجرة واحدة. فبالإضافة لاكتشاف جيدز JSZ-14-0 تم اكتشاف مجرة بعدها مباشرة في الترتيب الثاني كأبعد مجرة في الكون، واللي تم تسميتها علميا باسم جيدز JSZ-14-1. فالمجرات الجديدة وطبقا للبيانات اللي تم رصدها من كاميرا نير كام على متن تلسكوب جيمس ويب، يعتقد انهم اتكونوا بعد مجرد 290 مليون سنة من وقت بداية خلق الكون. الا انه في نفس الوقت كانت قوة الجاذبية غير قادرة على تكوين النوع ده من الهياكل الكونية العملاقة زي الثقوب السوداء او حتى النجوم الاولية، فما بالك بمجرات عملاقة زي المجرتين الجداد. وهنا بقى قرر العلماء انهم يركزوا تلسكوب جيمس ويب على رصد ابعد مجرة من الاتنين وهي جيدز JSZ-14-0 عشان يكتشفوا انها مش مجرد مجرة بعيدة وبس، بل تعتبر كبيرة في الحجم نسبيا بالمقارنة باقدم وابعد المجرات في الكون بقطر بيوصل ل 1600 سنة ضوئية. بل الاغرب من كل ده هو كمية اللمعان والاضاءة القوية اللي بتنطلق منها بدون اي سبب واضح حتى هذه اللحظة. لكن وكعادة العلماء انهم بيسألوا السؤال ويقعدوا سنين يدوروا على الاجابة من غير اي ملل، وعايز اقولك ان بداية من اللحظة دي هتبدأ المتعة كلها. وبالفعل اكتشفوا اتنين من اغرب الظواهر الكونية العجيبة جوه المجرة الجديدة، بانها بتحوي ثقب اسود عملاق او سوبر ماسيف بلاك هول موجود في مركزها، بالرغم من ان الثقوب السوداء كان مستحيل تماما انها تنشأ في الوقت ده من عمر الكون واللي يقدر ب 290 مليون سنة. اما الاكتشاف التاني هو ان المجرة بتضم ملايين من النجوم الاولية او البوبيوليشن 3 ستارز، والنوع ده من النجوم يعتبر نادر جدا لانها بتكون نقية ومكونة من الهيدروجين والهيليوم من غير اي عناصر تقيلة اطلاقا، ومن اهم مميزاتها انها بتكون فائقة اللمعان في المجرة. لكن برضو ازاي لمعان المجرة بالشكل ده بالرغم من ان النجوم الاولية النقية مش بتقدر انها تشع القدر الهائل ده من الضوء في المراحل الاولى من عمرها بالفعل. وهنا بقى يجي دور البيانات اللي حصل عليها جيمس ويب بتحليل الضوء المنطلق من المجرة باستخدام علم جديد باسم السبكتروسكوبي، باكتشاف ان الثقب الاسود العملاق اللي في مركز المجرة شره بشكل غريب لدرجة انه بيبلع عشرات النجوم على مرة واحدة، وساعتها بيتكون حواليه اكريشن ديسك او قرص لامع من المادة بتدور بسرعات قريبة من سرعة الضوء وبينتج عنها لمعان المجرة بالشكل اللي قدامك حالا. طيب هل انا
لو بصيت مثلا على السماء دلوقتي حالا هقدر اشوف المجرة دي حتى لو بستخدم اقوى واكبر تلسكوب على كوكب الارض. في الواقع ان جيمس ويب حاليا هو التلسكوب الوحيد القادر على رصد المجرات البعيدة من النوع ده تحديدا، وده لانه مصمم لرصد الاشعة تحت الحمراء اللي بتنطلق من المجرات اللي تكونت وقت بداية الكون واللي حاليا مش بيوصل لنا منها اي ضوء مرئي اطلاقا. طيب ليه بقى المجرات البعيدة بينطلق منها أشعة تحت حمراء فقط لا غير؟ أهو هنا بقى بتنهار قوانين الفيزياء تماما بظاهرة كونية غير مفهومة حتى هذه اللحظة بشكل كامل. فالضوء بينطلق عادي جدا من المجرة، ولو افترضنا أنها بعيدة عننا بحوالي 14.5 مليار سنة ضوئية، فالمفروض أن الضوء هيستغرق حوالي 14.5 مليار سنة عشان يوصل لمرايات تلسكوب جيمس ويب حوالين الأرض، صح كده؟ في الواقع أن اللي بيحصل بيكون عكس كده تماما، لأن الكون بيتمدد بتسارع أعلى من سرعة الضوء، وبالتالي فالمسافة نفسها ما بين المجرة دي وجيمس ويب بتتمط أو بتتمدد بسرعة بمرور كل لحظة. فالتشبيه بالظبط لتمدد المسافة هو كأنك رابط أستك على طرف منه المجرة والطرف التاني جيمس ويب، وفي نفس الوقت انت عمال تشد الأستك ده بحيث ان المسافة بتزيد مع كل شدة بشكل أكبر، مع العلم انك مش هتبطل شد للأستك لحد ما يتقطع تماما. اهو في الحالة دي بيكون الأستك هو نسيج الزمكان واللي بيكون هيكل الكون بشكل كامل، واكتشف العلماء ان التمدد ده بينتج عنه تمدد لموجات الضوء نفسها أثناء انطلاقها من خلاله، عشان يتحول الضوء من حالته المرئية بعيوننا البشرية العادية للأشعة تحت الحمراء بعد ما قدر تمدد الكون انه يمدد الطول الموجي للضوء ويحوله للأشعة تحت الحمراء، وده اللي بيتم تعريفه علميا باسم الريد شيفت او الإزاحة ناحية الضوء الأحمر. لكن لو تفتكر معايا انا قلتلك من لحظات ان نسيج الزمكان زي الأستك اللي بعد تمدده بشكل كبير ممكن يتقطع، فهل نسيج الزمكان ممكن يتقطع بالفعل؟ ويا ترى لو اتقطع ايه اللي هيحصل للكون بكل ما يحويه والأهم كوكب الأرض؟ في الواقع ان إجابة السؤال ده مرعبة أكتر من كونها علمية ومقنعة. فاللي بيمدد نسيج الزمكان هي قوة أو طاقة كونية خفية باسم الطاقة المظلمة أو الدارك إنرجي، وتعتبر غير مفهومة بشكل كامل لحد النهاردة، إلا إنها السبب الرئيسي لتمدد نسيج الزمكان والكون بشكل متسارع بيتخطى سرعة الضوء. ولو اختفت بشكل مفاجئ هينهار الكون على نفسه لنفس نقطة التفرد الكونية اللي بدأ منها الكون بالفعل من 14.7 مليار سنة تحت تأثير قوة الجاذبية. وعشان كده البعض سماها بقوة الإله، والبعض الآخر سماها بالطاقة الكونية الخفية أو السحرية، إلا إنها هي السبب في كون الضوء اللي وصل لنا من المجرة جيدز الجديدة المكتشفة أقدم من المجرة نفسها، لأن حصل له تمدد قبل ما يوصل للأرض نتيجة لإزاحته ناحية الضوء الأحمر، وده اللي خلى ضوء المجرة يوصل لنا بعد ما قطع 33.6 مليار سنة ضوئية، بالرغم من إن المجرة نفسها بتبعد عننا حوالي 14.5 مليار سنة ضوئية فقط لا غير. لكن في الواقع إن اللي هتسمعه حالا هو الأغرب، لأنه حرفيا بيتحدى كل القوانين الفيزيائية اللي بتحكم نشأة المجرات في الكون. لأن لو ركزت في الصورة هتلاحظ توهج غريب في نص المجرة مش من المفترض وجوده وقت رصد النوع ده من المجرات البعيدة بعد تكونها مباشرة بعد نشأة الكون، وده اللي دفع العلماء لافتراض أكتر من سبب للتوهج الغريب والمريب. أولا بأن المجرة الجديدة قد تكون من نوع من المجرات بيسمى بالستار بيرست جالاكسي، والنوع ده من المجرات بيكون قادر على تكوين النجوم بمعدلات عالية جدا، وبنحدده من خلال حساب معامل الـ SFR أو الـ Star Formation Rate. فالـ SFR هو عامل مهم جدا في تكون ونشأة المجرات على مستوى الكون، ومن أهم أسبابه هو اندماج المجرات زي مصير مجرتنا مع مجرة أندروميدا في المستقبل خلال 4 مليار سنة، بالإضافة لمصير الأنتنا جالاكسي اللي عبارة عن مجرتين بيندمجوا مع بعض من حوالي 100 مليون سنة في الماضي. ومن ملاحظتهم على مدار السنين اكتشفنا أن المناطق الزرقاء في الصورة اللي قدامك حالا بتمثل الأماكن اللي بيزيد فيها معدلات نشأة النجوم أو الـ SFR، وبالتالي بيزيد معدل لمعان المجرة وكمية الأشعة المنطلقة منها، وبالتالي يكون رصدها أسهل بكتير. لكن في الواقع أن الـ SFR العالي اللي بيوصل لحوالي 100 نجمة في السنة الواحدة يعتبر صعب جدا، لأن حرفيا كمية المادة والجاذبية وقتها أو بعد مجرد 260
92 مليون سنة من وقت نشأة الكون تعتبر غير كافية لتكوين النوع ده من المجرات الجديدة. ويبقى السؤال الأزلي قائم، هل من الممكن أن المجرة دي بتضم نوع من أنواع الحياة مشابه لينا على الأرض ولا لا؟ مستني أعرف رأيكم في الكومنتات.